في الفيديو بتاعي النهاردة هنتكلم عن نصائح مهمة لصحة أفضل وإزاي تحافظ على صحتك من الأمراض. تابع الفيديو للآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم في قناة تمرين منزلي. لو أنت أول مرة بتشوف القناة بتاعتي أتمنى تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لي لايك. زي ما قلنا في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن نصائح مهمه جدا لصحه افضل. اول حاجه معانا طبعا زي ما احنا عارفين ان كلنا او معظمنا بنشرب قهوه الصبح. اول حاجه بلاش نشرب قهوه وهي سخنه او اي مشروب تاني سخن، فقد يزيد هذا من خطر الاصابه بامراض السرطان الفم او المريء. ينصح بترك فنجان القهوه قليلا حتى يبرد وبعد كده نتناوله عادي. تاني حاجه معانا مضغ الطعام والخضار جيدا، لأن مضغ الطعام جيدا يزيد من نسبة المواد الكيماوية المكافحة للسرطان التي تطلقها بعض الخضروات مثل البروكلي والملفوف اللي هو الكرنب أو الكرنبيت. تالت حاجة المشي يوميا لمدة نصف ساعة أو ساعة على الأقل، أو ممارسة أي رياضة بدنية لأنها تمنع من الإصابة بأمراض السرطانات بنسبة 18% وتساعد على الحفاظ على قوام الجسم. رابع حاجة معانا الإكثار من تناول اللوز. يفضل تناول اللوز بين الوجبات يوميا وعند الشعور بالجوع، فهو غني بالعناصر المغذية التي يفتقر إليها النظام الغذائي اليومي. خامس حاجة معانا زي ما قلنا ان احنا كل يوم متعودين ان احنا نشرب فنجان قهوة، تمام؟ هنحط نص معلقة قرفة على فنجان القهوة بتاعنا. دي بتساهم في خفض مستوى الكوليسترول في الدم وبتساعد الجسم على استخدام الانسولين بفاعلية اكثر. سادس حاجة معانا لا داعي للسرعة، يعني دايما ما تخليش نفسك سريع في اي حاجة. يعني لما هنيجي نعمل شغل البيت او الاعمال اليومية اللي احنا بنعملها ناخد وقتنا في الحاجة اللي احنا هنعملها، ما نعملش الحاجة دي بسرعة لان ده ممكن يسبب معانا ارتفاع في ضغط الدم. رقم سبعة معانا مضغ اللبان بين الوجبات. ينصح ان يكون اللبان خالي من السكر ويتناول بعض الطعام بحوالي نص ساعة. يعني هنحاول ان احنا نمضغ اللبان معانا حوالي نص ساعة لتخفيف من اعراض حموضة المعدة. رقم 8 معانا الحفاظ على تناول كمية كافية من الخضروات والفاكهة بمعدل 3 ثمرات يوميا، لان ذلك يساعد على تخفيف خطر الاصابة بالنوبات القلبية بنسبة 70%. رقم 9 معانا استخدام العسل الابيض بدل السكر في التحلية. يعني لو هشرب شاي او لبن او قهوة او اي حاجة من الحاجات اللي احنا بنشربها سخنة، تمام، نستبدل السكر بالعسل الابيض. يعني بلاش نحلي بالسكر ونحلي بالعسل الابيض يكون احسن، لان العسل الابيض يساعد على تقوية المناعة ومكافحة الجراثيم. رقم 10 معانا يكون اختيارك جيد في اختيار نظارة الشمس. يجب ان تتوفر في نظارة الشمس حماية جيدة من اشعة الشمس فوق البنفسجية حتى لا يمكن ان تؤدي للاصابة باعتام عدسة العين او بالاعماء في الشيخوخة. يبقى الحرص عند شراء نظارة الشمس للتأكد من نوعها الجيد. يبقى مش هروح اشتري اي نظارة شكلها حلو، لازم اتأكد ان النوع بتاعها جيد وهيحمي عينيا من الاشعة فوق البنفسجية. رقم 11 معانا تنظيف الاسنان. احرص على تفادي ترطيب فرشة الاسنان بالماء قبل وضع المعجون عليها. يبقى بلاش ان احنا نخلي الفرشة معانا اسنانها تكون رطبة اللي هي مرنة معانا. يبقى الفرشة الكويسة اللي هي بتكون السنان بتاعتها جامدة شوية، مش جامدة قوي ان هي تعور اللثة، لا، بس مش رطبة قوي، حيث ان الفرشة الجافة تزيد من امكانية التخلص من البلاك بنسبة 67%. رقم 12 معانا النوم بشكل افضل. تناول التفاح لمكافحة الأرق والنوم بشكل عميق، فالنوم يساعد على مكافحة الشيخوخة المبكرة والاحتفاظ ببشرة شبابية. رقم 13 معانا استعمال الخبز الأسمر بدل الأبيض.
الخبز الأسمر اللي هو بيحتوي على كمية قمح كاملة، يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية، وبالتالي فهو أكثر قدرة على الإشباع. كما أن الكربوهيدرات الموجودة في الخبز الأبيض تسبب تقلبات كبيرة في مستوى السكر في الدم. وبكده يكون الفيديو بتاعي النهاردة خلص، ونكون اتكلمنا على نصائح مهمة جدا لصحة أفضل. وياريت الفيديو يكون عجبكم، وياريت تكونوا استفدتوا منه. لو انت مش مشترك عندي في القناة اتمنى تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لي لايك. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.